السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرنا في أمسية الليلة أن نستضيف صوتا نقديا استطاع بصبر ودأب أن يقدم من البحوث والأوراق العلمية ما هو جدير بالعناية من قبل الباحثين والمهتمين. هذا الصوت النقدي اشتغل في مجالين أساسيين: مجال الشعر مقاربات وتحكيما، بل وكتابة إبداعية، والمجال الآخر هو المجال السردي. ذلكم هو الأخ العزيز الدكتور الباحث علي فرحان. هذه نبذة مختصرة عن ضيف أمسيتنا الليلة، التي أرجو أن تكون أمسية مفيدة وغزيرة العطاء. الدكتور علي فرحان من مواليد 1967 ميلادية، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات العامة، وهو الآن رئيس قسم اللغة العربية والدراسات العامة بالجامعة الأهلية. خبرته في التعليم تمتد إلى 25 عاما تقريبا. الدكتور علي فرحان نال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة عين شمس بمصر العزيزة عام 2009 ميلادية، وماجستير اللغة العربية وآدابها في تخصص اللغة في يناير 2001 ميلادية من جامعة البحرين، أعتقد كان في التحقيق، وبكالوريوس لغة عربية تربية من جامعة البحرين 89-90 ميلادية. طبعا خبراته المهنية كانت تتكرس عبر المجال التربوي والتعليمي بالدرجة الأساس، وهو الذي كان قد اشتغل في التربية منذ 1990 ميلادية، وأيضا إضافة إلى ذلك خاض عدة دورات تدريبية، قدم عدة دورات تدريبية. سنتجاوز هذا الجانب وننطلق مباشرة إلى النتاج البحثي والأدبي للدكتور. من نتاجات الدكتور علي فرحان وظيفة التناص الحجاجية والتأثيرية في مقامات الحريري، بحث ضمن مجموعة بحوث لمجموعة من الباحثين العرب، صدر في كتاب الحجاج والاستدلال الحجاجي دراسات في البلاغة الجديدة عام 2011. وله أيضا حينما تتحول الكناية والمجاز إلى خطاب تعمية وعنصر مفارقة، بلاغة التعمية في خطاب الحريري في مقاماته، وهو دراسة أعدت للتحكيم. وله السرد والمعنى دراسة في قصة بيت من لحم ليوسف إدريس، قدم فيه سيمينار بكلية الآداب والعلوم والتربية بالجامعة الأهلية. وله أيضا العنوان والمعنى دراسة في تشكيل العنوان ومعاني النصوص. وله اللغة وسيلة تفكير وآلة صنع الحضارة، ورقة علمية حول اللغة العربية قدمت في مؤتمر تطوير الإبداع والتفكير النقدي في التعليم العالي. وله أيضا التصنيف والتعريف في المعاجم المختصة دراسة مقارنة، ورقة علمية قدمت في المؤتمر العالمي الثالث للدراسات العربية والحضارة الإسلامية بماليزيا. وله أيضا قراءة في ديوان دم على حافة البياض لمحدثكم، قدم في مقهى المحروس الثقافي بتنظيم أسرة الأدباء والكتاب. وله أدبية الخفاء والتجلي في قبر قاسم للشاعر قاسم حدار طبعا. ورقة نقدية قدمت في الملتقى الثقافي الثاني لكلية الآداب بالجامعة الأهلية. وله صورة الطفل في قصص يوسف إدريس. وله أيضا حارب. وله أيضا نتاجات
من الشعر الفصيح. وقد توج الدكتور علي فرحان جهوده في هذا المجال بإطروحته المهمة مقامات الحريري حجاجية السرد والنسق الثقافي دراسة في البنية والخطاب. هذه الدراسة بالطبع كانت أصلا أطروحة دكتوراه نالها بمرتبة الشرف الأولى كما أسلفنا منذ قليل. أيها الأحبة، كما قلت في بداية التقديم، فقد عرفت أخي الدكتور علي فرحان باحثا جادا ودؤوبا، ولم أستمع له في ندوة أو أمسية إلا استمعت إلى جديد يشغف، وأمسية الليلة وقد عنونت بالسر الخفي في مقامات الحريري أتوقع لها أن تكون من قبيل ذلك السحر، سحر الوقوع على أسرار الكتابة والرؤية. ولا عجب في ذلك، فقد طالما قرأنا المقامات وطربنا وضحكنا وقلنا الشعر مع أبي زيد السروجي وهو بطل منشئ العظيم القاسم بن علي الحريري، ثم شرقنا وغربنا معه هو الذي كان كاشفا عن ذلك العصر بتناقضاته وتمائمه السرية، وأثناء ذلك كانت اللغة بجمالياتها تخلب العقول وتفتح على المجهول، ثم سحرنا فيما بعد بمقاربات عظيمة ومذهلة لعبد الفتاح كليطو على وجه الخصوص، وطبعا مع كتاب آخرين، ولكن عبد الفتاح كليطو تميز بنتاجات في البحث السري كانت نتاجات مميزة حقا، خصوصا الغائب والمقامات وهما من أهم كتبه. ونحن نتوقع الليلة إن شاء الله إضافة وإضاءة لا تقل عن ذلك كله. فلتفضل ضيفنا الكريم الدكتور علي فرحان. بادي إذ بدء أشكر حضوركم أولا، وأشكر القائمين على هذا الملتقى وهذا المجلس المبارك، خصوصا الأستاذ ياسر والدكتور عبد الحميد والدكتور محمد حميد صديقنا، وأشكر أخي رئيس الجلسة الدكتور الأديب الشاعر والناقد حسين السماهيجي. أود أن أكون يعني سريعا شيئا ما حتى أدرك بعض هذا الخفاء الذي اقترحه أحد الأحبة عنوانا لهذه الجلسة، وأحببته وأرجو أن أكون كاشفا لبعض السر، لأن المقامات ومقامات الحريري بالذات مليئة بالأسرار، بل هي سر لم يكشف منه إلا وجه أو وجوه بسيطة. تعد مقامات الحريري نمطا من الكتابة محملا إلى جانبه الخطابي، إلى خطابه الأدبي والفني، بمجموعة من الخطابات المختلفة التي تشكل أنساقا ثقافية سائدة في عصره. والحريري بنى مقاماته على مثال، ذلك المثال هو مقامات بديع الزمان الهمذاني الذي يعد هو مبتدع هذا الفن، أو على الأقل مبتدع هذا الفن في صورته المكتملة، لأن هناك يعني بعض البدايات التي ربما قالوا بأنها هي البذور الأولى للمقامات. فكان
الحريري مهمة أن يأتي بصورة بمقامات تحمل علامة فارقة عن مقامات بديع الزمان الهمذاني. يبدو أن إنشاء المقامات مقامات الحريري طلب ممن إشارته حكم وطاعته غنم وله غالب لإصلاح ما عرى أندية الأدب من ركود. هذا الكلام مأخوذ من مقدمة الحريري. لم تكن الكتابة إذن ولية قرار الحريري بل قرار شخصية ذاتي سلطة تتحدث بلسان المجتمع الذي أصبح إرثه الأدبي مهددا. وهكذا يبدو المدون للوهلة الأولى عقدا تتمخض مقتضياته عن خطاب مطابق للطلب وهو طلب هذه الشخصية. إذن يدخل المقلد وهو الحريري في تنافس مع النموذج الذي قر وهو نموذج مقامات البديع ويحاول التفوق عليه. أن تقلد معناه أن تظهر تواضعا وكبرياء في آن واحد. لا أحد كالحريري قد توافر فيه هذا المطلب المزدوج، فمع إظهاره تقديرا كبيرا للهمذاني استطاع إزاحته إلى مركز ثانوي. ويلاحظ القلقشندي أن فضاء المقامات البديع كانت عظيمة لدرجة أن تعلق بها الجميع، وأنه في فورة التعلق التي أثارتها أنسيت مقامات الهمذاني وصارت كالمرفوضة. تلقي المقامات مر بثلاث مراحل: تلقي انبهاري انبهر به الكثير، وطبعا أخونا الدكتور نادر كاظم درس هذا التلقي ببحث مستقل ممكن ترجعون إليه. فكما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان، يقول: ولقد وافق كتاب المقامات من السعد ما لم يوافق مثله كتاب البتة، فإنه جمع بين حقيقة الجودة والبلاغة، واتسعت له الألفاظ وانقادت له وفود البراعة حتى أخذ بأزمتها. وكلامه طويل، نكتفي بهذا الاستشهاد. تلقي آخر هو التلقي الإقصائي الذي رأى في المقامات ما هي إلا صنعة وزخرفة لغوية، ونادى باستبعادها أو تجاوزها. وتلقي آخر تلقي محاكي حاول أن يصيغ على منوال هذه المقامات. أنا ألخص، لكنني أزعم أن الحريري في مقاماته خلق شخصياته على مثال نمطي وهو مقامات بديع الزمان الهمذاني، ليخرج عليه بمثال آخر هو ضمن أطر فكرية وثقافية تنزع نحو الخروج من إكراه الثقافة السائدة التي تمارس ضغطا على المثقف ليبقى في إطارها، وإلا حكمت عليه بالخروج عن الانتماء. إن الحريري كان يبحث عن سيادة ثقافية أخرى تعبر من خلال النموذج، يعني النموذج هو الوسيلة الذي يخرج به على النموذج، فتحطم كثيرا من بنيته في الخفاء لتعيد تشكيل نموذج آخر يتسيده، إذ إن الثقافة تفرض هيمنتها في إطار محدد على الفرد، أو على حد تعبير كولر، على القارئ الكفء. فهو يتمثل أعراف الثقافة واستراتيجياتها وأدواتها، لكنه لا يمكن
أن يستجيب، لكنها لا يمكن أن تفرض هيمنتها على الفرد المبدع الذي لا يستجيب لمحاولات الهيمنة التي يفرضها عليه نمط التلقي العام وأفق الثقافة السائدة، ويعمل على تقديم ثقافة جديدة مختلفة. لذا نجد أن الحريري يطلع بمهمة غاية في الخطورة، إذ هو أمام نموذج كاد يكون النموذج المثال، وهو يعي ذلك كل الوعي. فالتحدي الأكبر له هو مقدرته على بعث المكتوب بعد أن صار في حالة موت، يعني استقرار. هذا الموت في الواقع رآه الحريري في السياق الأكبر، إنه موت يهدد اللغة والأدب، يقول الحريري في مقدمته: وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان رحمه الله تعالى. ثم يقول: مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي، وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري، وما قصدت بالإحماض فيه، هنا الشاهد، إلا تنشيط قارئيه وتكثير سواد طالبيه، على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ونضح عني المحب المحابي، لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل، يضع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع. ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول، نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات إذا كان النص مجالا للنقد الثقافي، فلا بد إذن أن من تفجير مفهوم النص الذي يتمدد ليصبح بحجم الثقافة بأكملها. ومن ثم فإن هذا النص لم يعد نصا أدبيا جماليا فحسب، لكنه أيضا حادثة ثقافية كما يقول غذامي. لا يقرأ لذاته ولا لجماليته، وإنما يقرأ بوصفه حامل نسق أو أنساق مضمرة يصعب رؤيتها بواسطة القراءة السطحية، لأنها تتخفى خلف سحر الظاهر الجمالي. ومن ثم فمهمة القارئ والناقد تكمن أساسا في الكشف عن أنساق مضمرة ترتبط بدلالات مجازية كلية وليس على نصوص ذات دلالات صريحة. وسؤالنا: هل المقامات هي نص أدبي فقط أو هو نص ثقافي في الوقت في ذاته أيضا؟ المقامة حسب وجهة نظري في هذا السياق نص ثقافي من جهة اتصاله بالعالم الخاص بجماعة المتلقين المباشرين والمتلقين غير المباشرين للمقامة، والتي تحمل في طياتها الأبعاد الخاصة بمختلف التراكمات والمركبات الثقافية والاجتماعية التي أنتجها الإنسان العربي في صيرورته الحضارية، إذ هي منتج كلامي وثقافي في الحضارة العربية الإسلامية. وكما يقول رونالد بارت: التاريخ يرغم الكاتب أن يعطي دلالة للأدب حسب الممكنات التي يتحكم فيها، ولأن الكتابة تنحدر من إثارة دلالية للكاتب، فإنها تلامس التاريخ أكثر من أي عنصر آخر مكون للأدب.
وإذا ما نظرنا إلى النصوص المنجزة في بنيتها فإننا في واقع الأمر سنجد أنفسنا أمام خريطة نصوص تمازجت في الخطوط والمسافات فأنتجت متناصة، هي أقرب أن تسمى متناصا من أن تسمى نصا. فإن العمل الأدبي المنجز اللي هو المتناص لا يمكن إدراكه خارج التناص، وإن النص الوليد وإن للنص الوليد وشائجة تربطه بغيره من النصوص التي سبقته، وبمقدار عمق هذه الوشائج والتفاعلات الحاصلة بين النصوص تتجلى تناصية هذا النص الوليد. هكذا يبدو التناص إذن علاقة تفاعلية بين نصوص سابقة ونص حاضر، أو تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة. يقع المبدع في علاقاته مع النصوص بين ثنائية الممكن والمنجز، إذ إن المبدع لكي ينتج نصا ما عليه أن يمتلئ أولا بنصوص غيره بغض النظر عن جنسها أو نوعها أو نمطها، وعليه أيضا أن يحيط معرفة بتقاليد الكتابة وخصائص الجنس الذي يريد أن ينتج نصا فيه، فتكون إذن لديه معرفتان، إحداهما عامة تحمل في تضاعيفها القواعد العامة للكتابة، وهي تمثل في الحقيقة القابع في الذاكرة أو البنية العميقة التي امتلأ بها المبدع من الخلفية المعرفية التي تحصلها، أو لغة الكتابة حسب سوسير التي تعنى بمعرفة قواعد كتابة الجنس الأدبي الخاصة وتقاليدها، وتمثل المنجز في إنتاج المبدع أو البنية السطحية الظاهرة من خلال النص المبدع أو بعد أن خضع لعمليات التحويل والاختيار والإبداع. إذن أمام المبدع طريقان، أحدهما التواصل مع النموذج والاستمرار على منواله فيحافظ على بنياته الكبرى دون خروج على إطاره الصارم، فيدخل المبدع حينها في علاقة سكونية مع النص. ثانيهما الخيار الآخر، الطريق الآخر، أن يتقاطع مع النموذج فيختزل بنياته الكبرى ليولد بنية جديدة تتحول فيما بعد حينما تستقر إلى نموذج آخر يجري عليه ما جرى على النصوص التي تحولت إلى نماذج قبله. إن العمل الذي قام به الحريري في إبداعه لمقاماته يدخل كما يبدو للوهلة الأولى في علاقة تفاعل خاص مع نص بعينه هو مقامات بديع الزمان الهمذاني، بعد أن صار نموذجا لجنس المقامات فيدخل معه في تناص يجعله أمام مسؤوليتين، الأولى الوفاء للنموذج والأخرى التقاطع معه لإبداع نموذج آخر يتفوق على سلفه. ولعل الحريري كان واعيا بهاتين المسؤوليتين فعكف غير قليل وقطع في تدوينها ألف سبيل، وأخذ هذا الكلام من معجم البلدان، يقول ولعل الحريري كان وأخذ يكتب ويمحو وينقح وينخل حتى فتح الله عليه فأنشأ مقاماته على منوال مقامات البديع الهمذاني. يبدو جليا من القراءة الأولى لمقامات الحريري أنها نص يتناص مع نصوص عديدة في الثقافة العربية من أجناس مختلفة في النثر والشعر وفي الأدب والفنون وعلوم الشريعة والحديث والفقه وكتب الأخبار والآثار والحكايات وغيرها. يقول أبو محمد القاسم الحريري في مقدمة مقاماته: وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة، طبعا هذا تواضع منه يعني، وروية ناضبة وهموم ناصبة 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ
وجزله وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية. من جهة أخرى يتناص نص الحريري مع مقامات البديع في بنيته الكبرى أو بنياته الكبرى، فأشار هذا كلام الحريري، فأشار من إشارته حكم وطاعته غن إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع ولم يدرك الضالع شأن الضليع. سأتجاوز بعض اسم الأشياء لأن تقل إلى أمر آخر كان المفروض أتكلم عنه. ما هي البنية الشكلية لمقامات الحريري؟ يعني هناك بنية شكلية، وجدت أن مقامات الحريري جاءت في صور متعددة، لكن هناك بنية أسميتها أنا بنية الإطار. وبنية الإطار أعني بها بنية المقامات بوصفها نصا سرديا واحدا له 50 فصلا، وإن شئت فقل له 50 مشهدا. تتمثل هذه البنية في الآتي، يعني المقامات 50 مقامة، ولكن هي في الحقيقة إذا قرأتها ستجدها أنها نص واحد في 50 فصل في 50 مشهد. هذه البنية تتمثل في الآتي: أديب من سروج، وهو أبو زيد السروجي، قد أخرجه الإملاق وسطوة الأعداء اللي عبر عنهم بالعلوج من وطنه سروج في زمن لم يعد لأهل الأدب من يقدرهم ويعترف بفضلهم، فينتقل في 50 بلدا من بلاد الإسلام طلبا لقوته، ويتسلح بالكدية وبمكره وفطنته وقدرته البيانية وفصاحته وبلاغته على الإيقاع بضحاياه ضحية تلو ضحية، وهو ينتقل من بلد إلى بلد كلما حقق رغبته وحاز مبتغاه حتى ينصرم عمره ويشيخ، فيعود إلى وطنه سروج ويؤوب إلى ربه تائبا بعد أن علاه المشيب، ويرافقه في هذه الرحلة راو دفعه أدب أبي زيد إلى الانبهار به، فتقفى أثره أينما حل وروى أخباره ومقاماته إلى أن عاد أبو زيد إلى سروج. يعني في دائرة بدأت من سروج ومرت 50 حول 50 بلد ورجعت إلى سروج. بنيت المقامات بوصفها مقامة، كل مقامة لوحدها. بنية المقامات القسم الآخر، أنا قلت البنية الأولى أسميتها بنية الإطار، البنية الثانية النص القائم برأسه. في هذه الحالة يمكن أن ننظر إلى بنية المقامات كما يأتي. فلها بنية رئيسية أسميتها البنية الأم، ولها بنى متعددة تصدر عن تلك البنية الأم، سأقوم هنا بكشفها يعني سريعا. البنية الأم فيها راوي يخبر حكاية عن راو آخر هو الحارث بن همام، عادة ما يكون راويا متماهيا مع مرويه، ينبئ عن حالة عن رحلة انتقال يقوم بها إلى مجلس عادة في حاضرة من الحواضر الإسلامية في زمن هو القرن السادس الهجري، فيلتقي بالشخصية المحورية في المقامات وهو أبو زيد السروجي، فيكشف عن براعته وفطنته وقدرته البيانية، فيحدث انبهار. المنبهر عادة هو الحارث بن همام، وقد يمتد الأمر إلى غيره من الحضور.
وتعقب الانبهار حالة مكافأة. عادة ما تكون هذه المكافأة مادية، وبعدها أو في أثناءها يحدث التعرف، غالبا يحدث بالاستقراء أو الخبرة، هو عنده يعني يصير صار عنده خبرة بالشخصية يعني، فيتحقق الفرح الذي يكسر دائما بافتراق، يعني في النهاية يصير فرح ثم يفترقان، فيسدل الستار على المقامة ليفتتح على المنوال نفسه في المقامة الآتية بالبناء نفسها. ويمكن تلخيص هذه البنية في مخطط، ما أقدر أراويكم إياه، ما عندنا للأسف عرضي ليه، يعني أقول فقط لكم، في عندي البنية الأم ورحلة انتقال، ثم لقاء الراوي الثاني بالشخصية المحورية. طبعا الراوي الأول مجهول، بس يقول قال حدثنا أخبر وانتهى، الراوي الثاني هو الحارث. الكشف بعدا عن البراعة، ثم انبهار، ثم مكافأة، ثم تعرف، ثم فرح، ثم افتراق. البناء الفرعية، هاي البناء الرئيسية. البناء الفرعية تتخذ المقامات صور عديدة، يمكن أن نحصرها في ثلاث صور. الصورة الأولى مقامات يهيمن عليها عنصر البروز على النخب في المجتمع والتفوق عليهم وربما الإيقاع بهم، متمثلة في القضاة والولاة والمثقفين من أهل اللغة والبيان والفقه. أنا حينما درست، طبعا من الأشياء درست الأنساق الثقافية في المقامات، وجدت من ضمنها سلطة الأديب، أن الأديب له سلطة تعلو حتى على الأمراء والولاة والمثقفين، هو سلطة فوق الجميع. القسم الثاني مقامات يهيمن عليها عنصر الإيقاع بالجمهور واستغلالهم، هذا عادة تكون فيها كدية، يعني حصل منهم فلوس، حصل كذا، يوقع يقص عليهم يعني. مقامات القسم الثالث هي مقامات يهيمن عليها عنصر الوعظ والخطاب، وعظ يعني دائما فيها تذكير بالآخرة وتذكير بالحساب والعقاب وما شابه ذلك. فأما القسم الأول فهي مقامات يظهر فيها أبو زيد براعته تارة وفطنته تارة أخرى، كي يميز على النخب وعلية القوم، لا سيما القضاة والولاة وأهل الفصاحة والبيان، فيتفوق عليهم إما بفطنته ومكره وبعلمه، أو بعلمه وفهمه، أو بفصاحة لسانه وقوة جنانه، وهو في الغالب لا يكتفي بإبراز تفوقه فحسب، فكثيرا ما يوقع بهم وينال من عطائهم برضاهم أو بأحابيل حيله. هذا القسم الأول اللي هو التي يهيمن عليها عنصر البروز على النخب. القسم الثاني وهي المقامات التي يعني يهيمن فيها عنصر الإيقاع على الجمهور واستغلالهم. القسم الثاني فهي مقامات يظهر فيها أبو زيد مكديا ومتدرعا بكل حيلة للظفر بقوته من مال أو طعام أو لباس، وفيها يوقع بضحاياه من عامة الناس الجمهور، ويستغل الفرص السانحة للحصول على ما يملأ به جرابه من مال أو طعام أو كسوة. أما القسم الثالث فهي مقامات يظهر فيها أبو زيد واعظا أو ناصحا أو موصيا، وطبعا في مجموعة من المقامات اللي قرأ المقامات ممكن يوصل إليها، وهي الصنعانية والرازية وغيرها. بقول كم عندي؟ 10 دقائق؟ 5. 5 دقائق. 5 دقائق الأخيرة يعني أردت أن أتكلم عن مستويات السرد في مقامات الحريري، ويمكن أن نرصد 4 أنواع من الرواة يطلعون بمهمة السرد في المقامات. كل راوي يظهر في مستوى من هذه المستويات 4. ممكن أن نلخص ذلك في الآتي:
الراوي الخارجي، وهو راو مجهول بالنسبة إلينا ومعلوم بالنسبة إلى الراوي الثاني الحارث بن همام. هذا الراوي اللي هو المجهول بالنسبة إلينا الخارجي هو الذي يعلن عن نفسه في مفتتح كل مقامة بعبارة حكى الحارث، أو روى الحارث، أو حدث الحارث، أو أخبر الحارث، أو قال الحارث، ليبقى كالعروة الوثقى بين تراث ينشد إلى الخبر فيحقق الإسناد بعبارة روى، وبين بدعة فنية تتكئ على الخيال. ثمة إذن مسافة جذب وشد بين النص الجديد مقامات الحريري وبين تقاليد الكتابة الإسنادية، ويبدو أن الحرير تفطن لهذا فلم يسند الفعل إلى ضمير إلى الضمير البارز كما فعل الهمذاني قبله حينما قال حدثنا عيسى بن هشام، لتكون مقاماته أقرب إلى التخييل. وثمة ملاحظة تستثير الانتباه في نص هذا الراوي المجهول، فقد بدأت 30 مقامة من مقاماته بالفعل حكى، يعني الأغلب، وسبع مقامات بالفعل أخبر، وست مقامات بالفعل حدث، ومثلها بالفعل روى، ومقامة واحدة فقط بالفعل قال. ولا أظن أن ذلك خارج عن قصدية الحريري، فقد شاء كما أوضحت أن يعلن عن غلبة مفهوم التخييل في مقاماته، فهي أقرب إلى الحكايات من غيرها عن غيرها من المرويات، كما أنه أرادها أن تكون أبعد عن افتتاحيات النص الديني والحديث الشريف على وجه الخصوص الذي يغلب فيه روى وأخبر وحدث، وتكون أبعد ما تكون عن الفعل حكى. ويقوم الراوي الخارجي بمهمتين رئيسيتين في السرد. الأولى هي الإعلان عن بدء المقامة، هو يعلن عن بدء المقامة بقوله حكى أخبر يعلن. المهمة الثانية التنسيق والربط، وذلك حينما يعود داخل السرد قبل نهاية المقامة ليظهر في عبارة أخرى ويقول قال الراوي أو حدث الراوي أو قال الحارث وهكذا. وحسب النظرة البنيوية فإن هذا الراوي راو عليم، قرر أن يروي لنا المقامة بعد اكتمال الحكاية، وسرده موضوعي وهو مفارق لمرويه يروي من خارج السرد مثل قارئ الأخبار ما له دخل بما يسرد. يعني الراوي الثاني هو الراوي الداخلي المعلوم وهو الحارث ابن همام، ويطلع بهذه المهمة كما بينت سابقا الحارث ابن همام، وهو راو داخل الحكي ومشارك في الأحداث ومتماهن مع مرويه، ويقدم السرد من الدرجة الأولى حسب تعبير جيرار جينيت، فيقوم بوظيفتين في الحكي في آن واحد، فهو راو وهو شخصية مشاركة في الأحداث، وهو راو حاضر يسرد روايته بضمير المتكلم فينسب النص له، فيكون صوتا للمؤلف الواقعي وللمؤلف الضمني، وتعد رواه تبئيرا للحكاية والخطاب والشخصيات في المقامة. أما مشاركته في الأحداث فهي متفاوتة، ليست على درجة واحدة، فتأخذ أحيانا صفة المراقب الذي يراقب فحسب ما يجري ويتابع ما يحدث، كما في المقامة الرحبية والمقامة الصنعانية والمقامة الصعدية، وأحيانا صفة التأثير في صنع أحداث المقامة كما في المقامة الدينارية والمقامة الملطية والمقامة العمانية، وربما اكتفى فقط بنقل الخبر كما في المقامة الساسانية والمقامة الحرامية، وذلك بتسليم السرد إلى غيره إلى السروجي الذي يتحول أيضا بدوره إلى راوي. تتمثل أبرز وظائف الحارث في الآتي: هو المسؤول عن بدء السرد وتبئيره وإتمامه، هو المسؤول عن تنظيم السرد والربط بين أجزائه، دفع الشخصيات للحكي لا سيما السروجي، إنجاح مشروع السرد عن طريق
التستر على البطل كي يستمر السرد. يعني هذه النقطة أريد أوضح شوية، أنه أحيانا هو يكتشف أن هذا الذي يحتال هو أبو زيد، ولكنه يتغافل عسس، وكأنه يريد أن الحكاية تكتمل، أن المقامة تكتمل. اختصار إن شاء الله. الكشف عن شخصية البطل، الكشف عن حقيقته، القيام بدور الراوي إن لزم الأمر كما في المقام الحرامية، التحول إلى المروي عليه، وهذا المروي عليه بعد موضوع ثاني في الحكي الداخلي، خصوصا حينما يسلم الرواية إلى السروجي. أعطني بس دقيقتين لو سمحت. الراوي الداخلي وهو الثانوي وهو أبو زيد السروجي نفسه، أحيانا يتحول هنا أبو زيد السروجي الشخصية البطل حينما يسرد سردا داخليا ضمن القصة الإطار على الراوي الحارث بن همام، وحينما يقوم وحينها يقوم بوظيفتين، فهو الراوي وهو البطل، وهو من نمط الحكي داخل الحكي، أي عندما تصبح القصة الأولى إطارا لقصة داخلية. ويتحول الراوي الداخلي الأول حارث بن همام بالقياس إلى راو إطاري خارجي. يتحول الراوي الداخلي الأول حارث بن همام إلى مروي عليه في هذا الوقت، في هذه الحالة. حتى اسمه ما بنتكلم عن وظائفه، له وظائف طبعا، وظائف تعليلية، وظائف تبريرية. أتكلم بس عن العنصر الرابع، الراوي الداخلي المكمل. دقيقة واحدة. الراوي الداخلي المكمل أنا سميته، وهو إحدى الشخصيات المساعدة في بعض من مقامات الحريري، تتولى بعض الشخصيات مهمة السرد، وهو أيضا سرد من الدرجة الثانية. ومن أبرز هذه الشخصيات ابن السروجي الذي يتولى سرد سبب مجيئه إلى الكوفة حينما يلتقي بأبيه ويسأله عن سبب مجيئه. ما بنقرأ، بنفوت هذا الكلام. ومن ذلك أيضا سرد زوجة السروجي أو زوج السروجي في المقام الإسكندرية للقاضي، قصة زواجها من السروجي حينما ترافع لديه. طبعا هم كانوا يحتالون على القاضي اثنينهم يعني، فكانوا يسردون عليه حكاية فتسرد. عموما خلاص أنا عندي كلام كثير لكن الوقت لا يسع، آسف على أنني ربما أدخلتكم أحيانا في بعض المصطلحات المختصة، عيبي أنني لم أستطع أن أبسط أكثر من ذلك. وشكرا لاستماعكم، والكلمة للرئيس مرة أخرى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لأخي الدكتور علي فرحان، فقد طوف بنا مع المقامة منذ التأسيس مع البديع الهمذاني، وبعد ذلك كيف ظهرت الظهور العظيم مع القاسم بن علي الحريري. طبعا المقامة تثير جملة من الأسئلة والإشكالات، هذا عدا أيضا عن الأطروعة نفسها التي تقدم بها الدكتور علي فرحان، هي بدورها تثير جملة من الأسئلة أيضا والإشكالات، وتفتح مرة أخرى سبيلا أخرى لنا لمعاينة المقامة، وبذلك تكون قد وقعت على تميزها بالفعل. أنا أفتح المجال الآن للإخوة الأعزاء، ولكن مع ملاحظة يعني يفضل ذكر الاسم قبل المداخلة. اسمحوا لي أن أقول في البداية محمد حميد السلمان، وأن أتطفل عليكم أهل اللغة واللسانيات، ولكن أنا مدخلي من المحاججة والحجاجية باعتبار أنه أساساً يعني حجاجية السرد والمجادلة، فأنا أدخل من هذا المدخل إن استطعت أن أدخل إليه بسهولة وأخرج بسهولة. بداية فقط يعني كنت أأمل
أن تعطينا شيء عن عصر الحريري، فأنت أعطيت المكان ونسيت الزمان، وأيضا شيء من ملاهي الحريري على الأقل حتى نأنس بما كتبه كوميديا. يعني النقاط الثلاث التي أريد أن أطل عليها، نقطة فنية ونقطة يعني علمية ونقطة منهجية. الفنية، الكتاب أنا يعني اطلعت عليه بشكل سريع، ولا أقول قرأته لأنه متخصص جدا، إنما لفت نظري أولا أنك طبعت الرسالة كما هي، أي بحركاتها النحوية كاملة. الطباعة جاءت بأسطر صغيرة متراصة، مو متناصة، متراصة مع بعضها البعض، فطبعا يصعب، مو علينا مثل الشياب، لا حتى العوام فما بالك بالمتخصص، يعني يستطيع، لكن العوام أو البعيدين عن التخصص أن يقرؤوها بسهولة. ربما هذا يعود للطباعة وليس لك، لكن أنا فقط ألفتك إلى هذه النقطة. أيضا أنا باعتباري مؤرخ، فرأسا فتحت الصفحات أريد أن أرى ماذا مخطوطة من الحريري، من النصوص الأصلية، من الخط الأصلي، من المخطوطات القديمة، حتى أنس بها، لأن إحنا يعني تعجبنا هالمنمنمات والرسومات القديمة وأيضا الخطوط، فلم أجد للأسف، باعتبارها يمكن الرسالة، لا أعلم، يعني إحنا لابد أن نضع في التاريخ، لكن أنتم مختلفين. هذه الفنية أتجاوزها الآن باعتبار يعني يمكن ليس لك علاقة بها كبيرة إلا في اختيار دار النشر. الثانية الأكاديمية، وأيضا أعتقد أنني لست السائل الأول، لماذا اخترت هذه المقامة، أو لماذا اخترت تراث عربي كلاسيكي، أي تراث قديم جدا؟ ربما البعض في الشارع بيقول لك أنا شو أسوي في المقامات الحريري إذا أنت شرحت لي، فبماذا ترد على هؤلاء وإن كان عاميا أو إن كان غير متخصصا؟ لابد أن لك، أن هو حاججك ببساطته، فلا بد أن لك محاججة علمية أقوى. ثالثا، من الناحية المنهجية، استغربت، وأنا أستغرب دائما، ربما الآن يعني تكشف عن عيني هذا الغمام، لماذا نلجأ إلى المناهج الأجنبية؟ فأنت استخدمت هنا البنيوية. أنا أتساءل دائما، لماذا لا يعني نلبس مناهجنا لهم؟ يعني لماذا نلجأ، يعني الحريري والهمداني أليست له منهجية في الأساس، وليس له علاقة بالمناهج الغربية أساس. إنما عندما نريد أن نستعرض نصوصنا رسلنا نلجأ، وحتى شواهدك الأسماء الأجنبية كثيرة فيها، فأنا أتساءل يعني على كثر تاريخنا وطول تاريخنا الأدبي والعربي واللغوي، أليس هناك منهجية ومناهج عربية يعني إلى هذه الدرجة؟ عفوا، نحن متخلفين في هذا المجال. أنا أتساءل، لأنكم متخصصين أكيد تستطيعون أن تردوا علينا نحن المتواضعين في هذا المجال. أكتفي بهذا القدر حتى لا أخذ الساحة، فأنا حلقت بعيدا في فضاء الحريري، أنت يعني نشأت في الجذور، فاسمح لي أن صعدت بك إلى الفضاء، وأشكر حضورك وأشكر الطرح. شكرا أستاذنا دكتور. يعني أولا ملاحظاتك جديرة بالاهتمام، سأردت أن أوضح بعض باختصار. نعم باختصار، بالنسبة إلى، ببدأ من الأخير، بالنسبة إلى المنهج، أنا تعاملت مع، أو لماذا اخترت أولا مقامات الحريري؟ أنا تعاملت مع المقامة كنص، ونص موجود في تراثنا، ودرس دراسات كثيرة، بعضها درس دراسة لغوية نحوية، يعني صور متعددة. أردت أن أكشف عن شيئين في هذا في المقامات، وهي لذلك أنا طبعا لم أعتمد فقط على البنيوية. البنيوية حتى البنوية مثل إكس راي، أكشف بها بنية هذا النص، بنية المقامات. أنا أعتقد أنه نص واحد يعني، ومن هذه الرؤية أنا انطلقت يعني، لكن أردت أن أبحث عن متانة هذا النص، وهل هو فعلا فقط نص لغوي يعني مليء بالزخرفة
اللغة اللفظية أو هو شيء آخر. أنا لا أزعم بأنني درست المقامات، طبعا المقامات درسوها قبلي، بس أنا لا أزعم بأنني وصلت إلى كشف سرها الخفي كما اقترحتم اسم لهذا المحاضرة، لكن أعتقد بأنني حاولت محاولة إن شاء الله تكون مقبولة عند الباحثين أن أضيء جوانب ممكن أن تجعل هذه المقامة في مصاف النصوص المتينة في الأدب العربي، بل في الأدب العالمي، التي تنافس يعني النصوص الكبرى في الحضارات والثقافات، باعتبارها تمثل يعني مداخل تاريخية، إذا أردت أن تدرسها تاريخيا يعني، لأن ممكن أن تدرسها، وأظن أن في دراسة هكذا تدرسها في ضوء الكشف عن العصر العباسي، وبعض التوجهات ترى بأن المقامات ما هي إلا فضح تعبير، فضح سياسي لكن بطريقة أدبية هكذا. هذا في توجه يعني من الدراسات، بس هذا إذا درست أنت وجعلته حصرته رهين لزمنه. أنا الآن أمام نص مبدع، وهذا النص في الحقيقة تجاوز زمنه، فلا بد أن ندرسه حسب وجهة نظري بمناهج قادرة، أو على الأقل يعني تستطيع بدرجة كبيرة أن تكشف هذه البناء. إحنا ما عندنا في تراثنا النقدي القديم مناهج درست السرد، يعني كدراسة سردية تتكلم عن بنية السرد، وتتكلم عن عناصره، وتتكلم عن يعني كيف تدرس الشخصيات والزمان والمكان، ما عندنا يعني نظرية، فتلجأ إلى نظريات غيرك يعني. بس ليس عيبا أن تستعمل الآلة النقدية الحديثة في دراسة، وهي مفارقة، أنا أعتقدها مفارقة، ومن الأشياء اللي درسناها المفارقة دكتورة، ها؟ هي مفارقة أن تدرس أدب قديم، النص قديم، وهذا سؤال أنا ذكرته وجاوبت عليه في المقدمة، أن تدرس نص قديم بمنهج حديث، منهج حديث يعني. انتباهي عنوان المحاضرة اللي هو السر الخفي، يعني كنت أنتظر السر الخفي من خلال مقامات الحريري، فما هي الجوانب أو الخصائص التي تميز بين مقامات الحريري ومقامات بني الزمان الهمداني من حيث الأسماء ومن حيث الراوي مختلف، البطل المختلف فيهم، بس ولكن نفس السياق على نفس المنوال، فنريد أن نتلمس هذا هو السر الخفي الذي يميز بينهم. شكرا. ما فضلت به يعني فتح لنا كما قال مضحين أبوابا كثيرة، لكن سأقتصر على بعض الأشياء احتراما للوقت. أولها سبب مجيء، في الحقيقة أن دعوة تلقيتها من صديق أخطأ فهم العنوان، وهذا ما يدعوني إلى توضيح في البداية مفهوم المقام، حيث أن الشخص الذي أرسل إلي الدعوة ربط بين السر الخفي وكلمة مقامات، فظن أن للجلسة بعدا صوفيا وهو من أحبائها، فأرسل إلي لعلمي باهتمامه ذلك. والحقيقة أن المقامة ليست بالمعنى الصوفي، وإنما بمعنى أقام في المكان أو قام في المكان وتكلم وتحدث، هذا إذا رفع لبس للبعض. أما الأمر الثاني فيتعلق بإطرائك الكثير وتفضيلك للحريري على الهمداني، وفي ذلك أقوال كما تعلم، وفيما تفضلت به من خصائص مقامات الحريري شخصيا لم أجد ربما تميزا عن المؤسس الهمداني، وأعتقد أن عمود المقامة ينصح أن نقول كما نقول عمود الشعر، عمود المقامة سبعة أشياء التي هي الراوي، السند يعني، ثم البطل، ثم الكدية، ثم
تداخل الشجر والنثر، عفوا وفرة الشجر، ثم تداخل الشعر بالنثر، ثم الانفراش في الأخير، تقريبا هي نفس البنية أو نفس الأركان التي قامت عليها مقامات الهمذاني. فبما تميز الحريري إلا ربما في تغيير الأماكن أو المواضيع، ولكن يبقى دائما القضية الكبرى هي معاناة من الأديب، الأديب سواء في مقامات الهمذاني أو في مقامات الحريري. آخر ما أختم به وهو سؤال، هذه المقامات الأولى والثانية المؤسسة والمقلدة إنما هي تصور صراعا في ذلك العصر بين الشفوي والمكتوب، بين الثقافة الشفوية والثقافة المكتوبة. عصر التدوين يعني سبق الهمذاني وسبق الحريري، ولكن الثقافة الشفوية بقيت مسيطرة ومتغلغلة في ثقافة المكتوب، وهذا الصراع بذاته يحتاج إلى قراءة أخرى إن شاء الله تتحفونا بها في مناسبة قادمة. وشكرا. وأنا سعيدة أن أكون لأول مرة في هذا المجلس وأشكر القائمين على حقيقته، وثانيا أشكر الدكتور علي على هذه المحاضرة اللي أعتبرها صراحة إضافة لقراءاتي لكتب الهمذاني والحريري. أضاف الدكتور علي الكثير لأنه فعلا تناول الموضوع تناول له نسق محدد وخاص بشخصيته، وهذا الشيء يعتبر إضافة. شيء آخر أيضا بس حبيت أعلق على سؤال أطرح الدكتور، هل تعد المقامة نص أدبي أم ثقافي؟ والدكتور حبذ أنها تكون نص ثقافي، فعلا هي فعلا نص ثقافي بكل أبعادها. وبالنسبة إلى بديع الزمان الهمذاني، هو كان مفتكر للمقامات ولكن لم يكن الحريري أقل من بديع الزمان، بديع الحريري لم يكن أقل ثقافة وأبعادا استراتيجيات وانعطافات عن بديع الزمان. بديع الزمان مبتكر نعترف ونشكر وأفضلية بديع الزمان الهمذاني، لكن أحيانا تكون الإضافات اللي تأتي بعد أيضا في إضافات كثيرة طبعا ما في مجال إن الآن نذكرها، لكن بس أطري بالنسبة للدكتور أضاف إليه شيء، بعد ثقافي وبعد سياسي وبعد أدبي، ثلاث أبعاد. بس عندي تعليق بسيط على الدكتور محمد، لماذا لجأت إلى مقامات الحريري؟ يمكن الآخرين يقولون إن هذا نص يعني قتل بحثا ودراسة ومن غابر الأزمنة تقريبا، يعني هذا يبدو لي إذا احنا نظرنا إلى الأدب العربي والبلاغة والناقد بهذا المنظار راح نظلمه، يعني في هناك يعني هناك متخصصون ويرغبون في سماع الكثير من الأشخاص خاصة في دراسة النصوص القديمة في ثوب جديد، احنا كثير أضفنا عليه يعني، وكأنما نضيف مثلا لي مقال في ابن المعتزل عباس من القرن الرابع الهجري دراسة ثانية حول البديع، أشعر بأن في إضافات كثيرة أضفناها على الدراسات القديمة، هناك من يستمزج هذه الدراسة يعني، بس حبيت أضيف هذا الشيء. وشكرا للدكتور علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جدا بوجودي الليلة في هذا المجلس العامر بأهله المعمور بعلمه. في الواقع ربما ملاحظاتي استوفاها صاحب المجلس، حبذا وأنا سعيدة جدا وأنا أسمع هذا الإنسان المبدع المتفوق الدكتور علي فرحان، سعيدة وأنا أسمع هذه الوفرة الجميلة اللذيذة من اللغة والأدب والثقافة. حبذا لو افترشت فرشتك الأدبية الثقافية بنص للحريري لكي يفهم غير المتخصصين عن ماذا تتحدث. نحن كمتخصصين نفهم التعالق النصي، نفهم الراوي الضمني، نفهم التناص، لذلك حبذا لو قرأت أو رويت أو حكيت أو قلت
من جهة أخرى أيضا أضم صوتي لك يا صاحب المجلس، نحن المتخصصون حقيقة في اللغة نعاني مشكلة مع الطلاب أنهم لا يفهمون اللغة العربية. لماذا اللغة العربية؟ نحن لا نحتاج اللغة العربية، فكيف حين نقف أمام الأدب العميق، الأدب الحقيقي وهو المقامات؟ ما هي أهمية المقام اليوم بالنسبة للأجيال الحالية؟ كيف أربط بين مقامة حدثت في زمن قديم ماض انتهى بعيد سحيق و2018؟ فأعتقد أن هذا فعلا يعني سؤال أنا كمتخصصة أحتاج إلى الإجابة عنه. كيف أستفيد من تفكير المقامة؟ كيف أستفيد ربما من مكائد اللغة في المقامة وأنا دارسة للخطاب السياسي وأعرف أن هناك كيد لغوي في المقامات؟ من المهم جدا أن أستحضر يا دكتور علي، وشكرا لك. في الواقع سبقوني الإخوة إلى كل ما أردت أن أقوله، ولكني في هذا العرس الجميل للدكتور علي لا بد أن أشارك ولو قليلا. كلمة التناص intersectionalization هذه الآن حديثة، يعني تستخدم حبذا، يعني لو أنه أشار إليها. أنا اهتميت فيها هذه الكلمة، أطربتني، لأني حتى أنا اتبعتها وكنت أدرسها ومريت على قصيدة السيد جعفر الحلي، وجه الصباح علي ليل مظلم، إلى آخر بيت عنده يقول: يا مالكا صدر الشريعة إنني لقليل في بكاك متمأم. فهو يقصد مالك صدر الشريعة، وهو من العباس في حينه، لكن أي هو ذهب إلى مالك ابن نويره الذي نذر أخوه أن يرثيه حتى الممات، فيقول أنا بكائي إليك متمم أو متمم، يعني سأموت أبكيك. يعني لو بقى الحسين في الدهر بعد العباس مدة من الزمن كم تكون؟ سيبكي أخاه العباس حتى الممات. فهذا الأسلوب هو أسلوب التناص، الأخذ من نص آخر أو من قضية أخرى والاستفادة منها في البنية الجديدة. كنت مثل ما كلمت الدكتورة، لو أعطيتنا مثال على التناص بين الهمداني، والهمداني رائع وجميل، وأنا أشكرك حقيقة لأن هذا من أصعب ما يدرس المقامات، وواحد من البحرين بهذا المقام العالي يعني شيء عظيم، وشكرا. شكرا لكم جميعا على يعني تدخلكم وأسئلتكم. لماذا الحريري؟ يعني هذا سؤال عودة على بدء. نعم، عودة على بدء. مقامات الحريري، اتهمني صديقي أبو دبوس بأني أنا مدحتها، لست أنا الذي مدحتها، هي أولا أفصحت عن نفسها، وإن شاء الله توفق أن تقرأ كتابي هذا. ستجد أن المعاصرين له ومن بعده يعني مجدوا هذا النص وقاسوه، وأنت إذا قست ضبط يعني ضبط النموذج بين إذا قارنت بين ضبط النموذج، وهذا أبو فراس جواب إليك أيضا، ضبط النموذج عند الهمذاني وضبط النموذج عند الحريري، ستجد أن الحريري كان صارما ما يخرج عن نموذجه، زين؟
ممتدا في كل المقامات الخمسين. مقامات البديع يعني أنا قراءتي لها منذ زمن، بس أتذكر المقامة الشعرية إذا لم يخني ذكر العنوان. الشعرية بالشعرية ستجد أنهم كلاهما الشعرية، وستجد الفرق جلي بين البناء بين البنائين. وكما قال الحموي وقال الشريشي وقال القشقلندي كلهم أنها أنست مقامات الحريري، أنست مقامات البديع، وصاروا الناس ينسجون على يعني ظلت تقريبا قرون لا تعرف إلا مقامات الحريري، وهذا طبعا ميزة لها يعني، بس هاي دراسة تاريخية إذا أردنا أن ندرس هذا الأمر. شكرا دكتورة رفيقة على هذا الإطراء، يعني أرجو أن أكون قدمت شيء يعني. ودكتورة زهرة، كيف أستفيد من مكائد اللغة؟ أنت أهل اسمه، أنت أهل المكائد يعني. الدكتورة زهرة بحثها في خطاب الكراهية، ودرست اللغة ومخاتلة اللغة، كيف اللغة تخاتل، فالمقامات كلها مخاتلة. فيعني إذا أردت أن تكوني أكثر، ما بقول خبثاً، أكثر مكيدة، تستطيعين أن يعني تأخذي يعني هذا. أنا أعتقد أن هذا إضاءة، إذا سمحتني راح أسرقها منك، يعني أن تدرس المخاتلة في مقامات الحريري. حقيقة. يعني ممكن واحد يدرسها كبحث مستقل ويتابعها شكلها وبنيتها ودلالاتها يعني وعمقها وصورها، يعني ممكن أن تكون بحث جيد يعني. هذا احنا نعلن عن بحثك طبعا، مو بحثي أنا، إذا أردت أن تبحثي فيه. زين، التناص يا العزيز دكتور عبد الأمير، أيها الأمير، التناص طبعا ما أتيت به صورة من التناص، وهو التناص يعني أكبر من ذلك بكثير. أصلا ليس هناك نص بريء من التناص، كل النصوص يعني تتداخل في بعضها، وقد تدرك أنت خيطا من هذا التناص وقد لا تدركه. والشعراء عندكم يعني سابقا كانوا يتكلمون عن السرقات، الآن ما حيتكلم عن السرقات، يتكلمون عن التناص والتعالق النصي. وفي أيضا مصطلح مجاور اسمه التلاص، من اللصوصية يعني. هذه كلها تحتاج إلى محاضرات مستقلة يعني، ما أدري إذا وفقنا يوما ما، يعني مو أنا أقول أنا، بس يعني ممكن أن يكون محاضرة خاصة عن التناص. فعموما أنا تناولت يعني في بعض المداخل تناولت التناص، درست النص والخطاب والتناص، درست هذا في الكتاب نفسه. الكتاب ضغطوه يا دكتور لأنهم أرادوا أن يقلصون الاسم، لأن على حساب ناس مو على حسابي، يعني من أجل توفير بعض الدراهم جنوا عليه. صحيح، هو كان يعني كان ما يقرب كم، حوالي 460 صفحة، صار 280، يعني هذا الكم اختزل منه أكثر من 100 صفحة يعني، فأكيد على حساب الخط يعني، بس يعني شباب يشوفونه يعني قرأوه. من لهم عيون بصيرة. أعتقد أني أجبت على كل في شيء. أولا أشكر صبركم علي، وأشكر الأستاذ ياسر والدكتور الصديق الدكتور محمد حميد اللي دائما يرعانا، يعني الدكتور كان يرعانا من أيام كنا في الماجستير في مسرح أوال، تتذكر دكتور، إلى أن يعني في هذا المجلس
في يوم ما التقينا وتحدثنا ودعاني للمشاركة. يعني أرجو أن أكون وفقت فيما قدمت. شكرا. لعلي أضيف جملة بسيطة على ما ختم به أخي الدكتور علي فرحان عن الشعر والتعالق النصي والتناص بعيدا عن التلاص. لعل جانبا مهما جدا أنا افتقدته في هذا البحث وهو تلقي المقامة عند الأدباء سرادا أو شعراء كانوا بعد الحريري، على الرغم من أن الأدباء والشعراء قد تأثروا تأثرا كبيرا جدا بمقامات الحريري بالدرجة الأساس، طبعا أيضا إضافة وإنصافا أيضا بمقامات البديع وهي مقامات عظيمة دون ريب ودون شك. في النهضة الحديثة أيضا في منذ القرن التاسع عشر وإلى الآن طبعا تمت استعادة المقامة بأكثر من شكل بأكثر من طريقة، وأيضا تم استثمار إنجازات المقامة ونصوصية المقامة من قبل كثير من الأدباء والشعراء. هنا لدينا في البحرين يعني أنا للتو مثلا أنجزت تحقيق ديوان لأحد الشعراء الكبار لدينا، وجدت في جزء من جوانب التأثير أو التأثر لديه موجود تأثر بالمقامات وبمقامات الحريري. إذن النص، هذا النص الحريري حقا هذا سافر وسافر إلى معظم البلدان في الواقع، وبعد ذلك حضر وتشكل وتخلق بأشكال كثيرة جدا ولا متناهية عند الكثير من الأدباء والشعراء.